من بعد ما عرفكم على هالموقع الذكي ما عاد في داعي تقلقوا من كتابة أي نوع من المحتوى، مقالات، مواضيع، بوستات، سوشيال ميديا وإيميلات، وكله باللغة العربية. Narrato.io موقع ذكاء اصطناعي وظيفته كتابة المحتوى أو حتى تحسين المحتوى المكتوب بالأصل. Narrato فيه الكثير من الخيارات، فمن بعد تسجيل الدخول للموقع راح نروح للـ AI Content Assistant ونختار من بين الخيارات الكثيرة يلي بيوفرها، من كتابة المدونات والمقالات بأنواعها مع إمكانية تبسيط مقالات مكتوبة بالأساس وتحسين صياغتها وتدقيق السلامة الإملائية والقواعدية. وهالميزات موجودة بكل الأقسام الثانية مثل قسم كتابة بوستات السوشيال ميديا لمختلف المنصات، وحتى ممكن يكتب سكريبتات فيديوهات كاملة ليوتيوب. بالأقسام الثانية ممكن نخلي الذكاء الاصطناعي يكتب لنا نص لإعلان، شرح لمنتج، وفيك تخصص الإعلان اللي بيناسب الجوجل أدس، منصات ميتا، لينكدين وغيرها. وكتابة الإيميلات أكيد شيء مفروغ منه. Narrato ما له مقتصر فقط على الكتابة، فهو ممكن يترجم، يولد صور لإضافتها على المقالات باستخدام الـ AI، أو يساعد بإيجاد صور بدون حقوق نشر والGIFs، ورح يتأكد لك من الـ SEO بتقييم الكلمات المفتاحية الموجودة ضمن المحتوى وطول الجملة ومدى جاذبية العنوان وانتشار الهاشتاغات، وكل هاد باللغة العربية. لهالسبب هالموقع ممكن يكون إيدك اليمين ومساعدك السحري إذا كنت طالب، موظف ضمن شركة أو صانع محتوى. Narrato مو مجاني تماماً، إنما بيعطيك فترة تجربة مجانية ممكن تستغل فيها كل الميزات. وبعد هالشرح خلونا نشوف تجربة عملناها لهالموقع.